السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى السلامة للجميع بكل العالم. طبعا اخوان، الكلبة هاي كانت تعاني من حكة قوية وحساسية، ومع ارتفاع الحرارة عندنا بلش الصيف، اعطيتها انا شوي ايفوميك، ما بدك يعني ربع سم اعطيته فقط، خليت الشباب يحلكولها. Thank you.
طبعا الجلد زي ما انتم شايفين. ركزوا تمام 100% راح، كان هو عليها الشعر بس انا اضطريت بدي اتاكد وافكدها، بدي افكدها واشوف كل شيء تمام بعد ما خليتهم يحلقوا لها، يعني الجلد عندها رجع ممتاز. فانا صعب اشوف شو في، يعني لو بدي اعمل هيك ركزوا تفكد هيك كل الجسم صعب. ها ركزوا صعب جدا، لكن هيك نقدر نشوف انه ما في ولا اشي تمام، لانه صعب نشوف والشعر، لانه هذا الشعر تبعهم كثيف كثيف كثيف. هذا النوع من الكلاب اسمه شيتسور، نوع الشيتسور، نوع الشيتسور بيجي كثيف كثيف الشعر، فعشان هيك المهم انه الوضع تمام. تعال يلا يلا تعال يلا تعال سمي 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 ما اشتري يلا شيتسو يلا يلا طلع طلع مش تعال شيتسو يلا 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 تعال يلا 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 شاطرة شاطرة شيتسو مبسوطة لا كل شيء تمام الجسم عندها 100% رجع. أهم شيء إني أفحص ما شفتش أي تقرحات أو أي جراب لأنه بعود بنشر، فالوضع تمام لوس شيتسو يلا تعال يلا نطي اوب يلا اوبا اوبا يلا يلا تعال يلا يلا تعال تعال يلا تعال شيتسو شيتسو يلا يلا Stay with us, okay?